يعني في بداية الحلقة النهاردة اتكلمنا على استاد مصر واتكلمنا عن روعة الافتتاحية امبارح، ومنتخب مصر امبارح فاز على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 1-0 في افتتاح كأس عاصمة مصر، وهينتظر الفائز من مواجهة تونس وكرواتيا. خلينا نتعرف على تفاصيل وتحليل مجريات هذا اللقاء، ازاي كان وما هي هذه البطولة وازاي بتبرز إمكانيات استاد العاصمة الإدارية وبتظهره للعالم، وما هي كواليس المدرب الفني الجديد للمنتخب حسام حسن. نورنا في استوديو صباح الخير يا مصر الناقد الرياضي الأستاذ عبد الرحمن بدر الصحفي بجريدة الدستور. أهلا بيك أستاذ عبد الرحمن. أهلا بحضرتك أستاذ. في البداية امبارح كان في مباراة مهمة جدا ما بين منتخب مصر ومنتخب نيوزيلندا، بطولة ودية ولكنها بطولة زي كعادة كل البطولات الودية يعني بتكشف عدد كبير من الكواليس. إدارة حسام حسن للمنتخب بتكشف إمكانيات الاستاد أمام العالم، بتكشف أوراق كثير. شفت إزاي المباراة وشفت إزاي كيف كانت كشف؟ هو في البداية في الكلام على موضوع استاد مصر، كان ده كلام المدير الفني للمنتخب نيوزيلندا أن هو أشاد بأرضية الملعب وأشاد بشكل الاستاد والسعة الجماهيرية الكبيرة للاستاد، أنه بينافس الاستادات العالمية، واتكلم على قد إيه الاستاد هيساعد اللعيبة أن هي تقدم كل امكانياتها على الملعب. فده جزء المتعلق باستاد مصر، ان الاستاد معمول على اهم الطراز العالمي، على الطراز العالمي، وقادر ان هو ينافس كل الاستادات الموجوده في العالم. اكثر من 90,000 متفرج، اكثر من 90,000 متفرج، ده طبعا مش سعه المفروض الرسميه، مش موجوده. استاد القاهره بيشيل اكثر من كده احيانا، ولكن سعه استاد القاهره الرسميه حوالي 70,000 او اقل شويه. وكان اكبر استاد في مصر استاد برج العرب 75,000. 75,000 متفرج، فطبعا دي سعه كبيره جدا ما كانتش موجوده في مصر قبل كده. يمكن بينافس استاد ويمبلي او تخطى استاد ويمبلي على حد ما انا اتذكر يعني. استاد ويمبلي في لندن ده اهم استاد في انجلترا. بالنسبه لاداء منتخب مصر، انا شايف ان الاداء بصراحه الاداء هو طبيعي جدا ان منتخب مصر يكون يكسب في مباراه زي دي، لكن احنا شفنا منتخب مصر بيتقدم بيهاجم فريق الخصم على عكس اللي قبل كده، على عكس مع فيتوريا كان منتخب مصر مش بيهاجم بنفس الطريقه دي، ما حصلش تغيرات كتير، لكن الاداء مبشر، الاداء بيقول ان في حاجات كتير ايجابيه جايه في منتخب مصر بشكل جديد جاي مع كابتن حسام حسن ان شاء الله. ايه بقى الجديد المختلف اللي ممكن حسام حسن يقدمه للمنتخب؟ هو كابتن حسام اول حاجه بيضيفها هو بيضيف الروح للعيبه، بيخلي اللعيبه عندها روح ان هي تقاتل عشان منتخب مصر، بيختار اللعيبه اللي عارف ان هي هتقدم 100% من عندها. فكابتن حسام اول حاجه بيشتغل عليها مع اي فريق بيمسكه ان هو بيخلي اللعيبه معنويا قادره ان هي تعمل اي حاجه، تقدم كل اللي عندها علشان خاطر الفريق اللي معاها. وده اللي ظهر امبارح، بدا يشتغل بالطريقه دي مع منتخب مصر في الاداء الهجومي. ان هو ابتدى، هو اول حاجه قبل ما نتكلم على الهجوم، كابتن حسام حسن ابتدى يشتغل على التنظيم الدفاعي. منتخب مصر طول فتره امم افريقيا او في بطوله امم افريقيا اللي فاتت بالذات كان عنده مشاكل دفاعيه كبيره جدا. صحيح. حصل بسببها ان المنتخب خرج من البطوله وما قدرناش نكمل مشوار البطوله. كابتن حسام امبارح ابتدى يشتغل، قفل الثغرات الدفاعيه، ابتدى ان هو بيجبر لعيبه الاجنحه ان هم بيأدوا ادوار دفاعيه اكتر، لعيبه الباكات الباك رايت والباك ليفت بيبتدوا يتحركوا يدخلوا في قلب الملعب، بيعمل كثافه عدديه للمنتخب، لان كان الاول القدرات الدفاعيه الفرديه للعيبه بتعمل ازمات. لما كنا بندافع بشكل اللي هو واحد لواحد او بتعتمد على القدرات الفرديه كان بيحصل لنا ازمات مع منتخب مصر. فهو ابتدى يشتغل ان هو انا طيب عندي مشكله في القدرات الفرديه، فانا هعوضها بالكثافه العدديه، لان هضيق المساحات بين اللعيبه، مش هخلي فيه فرصه للخصم ان هو يخترق المساحات بتاعتي الدفاعيه. في لسه في مشاكل وفي امور كتير جدا هيشتغل عليها قدام. بالنسبه للاداء الهجومي، هو اداء منتخب مصر الهجومي اعتمد على كام نقطه هي بديهيات بالنسبه لكابتن حسام بيشتغل عليها على طول، يعني هو ده اداؤه. هو مش هيغير كل شيء طبعا في يوم وليله او في اول مباراه، ولسه كابتن حسام قدامه فتره طويله عشان يبدا يغير، يمكن 5-6 ماتشات كمان على ما نبتدي نحس ان في اداء مختلف. لكن هو اشتغل امبارح بشكل معين بشكل واضح ان هو ببتدي انا بلفت نظر الخصم او بجمع اللعب في مكان معين على جبهه معينه، وبلعبه مفاجاه بغير لعبي للناحيه الثانيه. بمعنى ان هو مثلا كان بيبتدي اللعب عند محمد هاني في الجناح في الباك رايت، الكوره تبقى عند محمد هاني، كل لعيبه نيوزيلندا اللي هم بيعتمدوا على الضغط بيضغطوا على الجبهه بتاعت محمد هاني، يبتدي نلعب كوره طويله الناحيه الثانيه خالص لتريزيجيه في مساحه في ظهر الدفاع. مصطفى محمد ينزل في نص الملعب يتحرك مع المدافع، محمد هاني بيتحرك هو كمان داول الكره مع دفاع منتخب مصر. محمد هاني يتحرك فيبقى معاه الباك ليفت بتاع او الجناح بتاع منتخب نيوزيلندا، فيتحرك عمر مرموش في مساحه تتخلق يتحرك في ظهرها.
بيشتغل ان هو انا بجبر الخصم ان هو يخلق لي المساحه اللي انا هشتغل فيها. النقاد بتقول ان دي نفس طريقه لعب فيتوريا. مفيش خلاف، هي دي نفس الطريقه. انا ببتدي اشتغل واحده واحده. المنتخبات عكس الانديه، منتخبات تجمعاتها قليله والوقت بيبقى ضيق، فعلشان اغير كل شيء مره واحده انا مش هقدر. انا بشتغل واحده واحده. بس هو امبارح اللي كان نفسه طريقه فيتوريا هي شغل الكرات الطوليه، انما اللعب عكس الملعب وتجميع اللعب ده ما كانش عند فيتوريا، وغلق ثغرات الدفاع، غلق الثغرات. غير كده كمان انه مع فيتوريا كان اللعب غير مباشر، بمعنى ان انا ببتدي امرر كتير بين اللعيبه وبكتر التمرير ابتدي اخلق مساحه اتحرك منها. مع كابتن حسام لا، اللعب كره طوليه، لعب مباشر، انا عايز اهاجم، عايز اجيب جول. فده هيبقى طريقته اسرع بوصول المنتخب للجول. بس كان في مساحات واسعه جدا في البطوط الثلاثه وخصوصا في الشوط الثاني، يعني ده برضو يخالف كلام حضرتك اللي انت قلت. لا هو احنا بنتكلم، مش بيخالف كلامي، انا بتكلم في الناحيه الهجوميه. اي في جزئيه الخط الدفاعي انا حل، وحل مشكله الخط الدفاعي. انما في لسه كنا بنقول في مشاكل لسه في الدفاع. المشاكل ايه؟ ان في مساحات بين الخطوط بين وسط الملعب وبين الدفاع، في مساحات في نص الملعب نفسه، دي برضو المساحات اللي كنا بنتكلم عليها مع فيتوريا. بس ليه في مساحات؟ لان احنا بنعتمد على ان احنا اللعيبه الاثنين اللي جنب الديفندر بيتحركوا في عمليه الهجوم في نقل الكوره، لما بنفقد الكوره هما بيتاخروا في الارتداد، فدي برضو مشكله انضباط لعيبه. لسه في مشكله في الانضباط بتاع الطريقه، ان اللعيبه دي لو بترتد بالشكل المناسب ليها تبقى المساحات اقل. تمام، مع الباكات وتحرك الباكات عودتهم تاني هلاقي ان انا المساحات بتاعتي بتقل مع الوقت، فهي محتاجه لسه شويه حاجات هتبتدي تشتغل عليها، في ملاحظات، في شغل كتير لسه هيتعمل مع المنتخب. امام عاشور كمان كان ليه دور كبير قوي امبارح، يعني هل الفريق اختلف بعد رجوع امام عاشور من اصابته؟ هو امام عاشور وجود امام عاشور في الملعب هو بيضيف لاي فريق كتير. امام عاشور هو احسن لعيب في نص الملعب، لعيب نص ملعب في مصر. لما خرج بقى هل عنده حلول فردية؟ كان في اختلاف بعد الاصابه؟ اكيد طبعا، لان البديل بتاعه حمدي فتحي. حمدي فتحي ما عندوش نفس الحلول الفرديه اللي عند امام عاشور. اللي هي ايه بقى؟ اللي هي المهاره. امام عاشور لعيب مهاري قادر ان هو ينقل الفريق بلقطه بسيطه، بلعبه بسيطه، ان هو بياخد الكوره، عمل فنت، عمل سبرنت، او عمل المراوغه للاعيب الخصم، فخلق مساحه 20 متر يبتدي يتحرك فيها، زي الكره بتاعت البنالتي. هي الكره كلها، اللعبه كلها البنالتي بدات عند امام عاشور، انه اتحرك بالكوره لتريزيجيه، تريزيجيه لمصطفى، امام هو اللي داخل، هو اللي مكمل، هو الوحيد اللي بيعرف يكمل بالطريقه دي. بيجي بعده قفشه، لما قفشه يلعب بطريقته او في المكان اللي هو بيحبه. فغياب امام عاشور خلى ان في مشكله بعد خروجه، ان ما بقاش فيه اللعيب اللي قادر يخلق الحلول الفرديه احنا في نص ملعب منتخب. شايفين دلوقتي على الشاشه يمكن كمان الملعب نفسه عامل ازاي. انا حاسه كاني بتفرج على مباراه فعلا في انجلترا، مباراه في دوري اسباني، يعني باين الكواليتي بتاعه الاستاد عامل ازاي. بالظبط، هو الاستاد واضح ان هو جد، يعني من اول الصور اللي ظهرت لي مع اللي ظهرت في الفتره الاخيره، ان هو واضح ان هو في استاد معمول على طراز عالمي وبيتحضر ان هو يستضيف احداث كبيره فيما بعد. فعلشان انا اقدر استضيف احداث كبيره لازم يكون عندي استاد على عظيم، على نفس الطراز ده وعلى نفس القدره ان هو انا يستضيف الاحداث دي. صحيح صحيح. مروان عطيه خد مان اوف ذا ماتش او رجل المباراه او يعني جائزه او يعني لقب افضل لاعب في المباراه. تفتكر ليه؟ ما هي الاسباب اللي خلتهم يعملوا كده؟ لان مروان عطيه هو الوحيد اللي قدر يحد من الازمه اللي كنا لسه بنتكلم فيها في نص الملعب. ان هي لو في حد تاني غير مروان عطيه كانت الازمه تبقى اكبر بكتير، وكان هيبقى وسط ملعب منتخب مصر مخترق اكتر من كده بكتير. ان مروان هو اللعيب الوحيد حاليا في الموجودين اللي بيقدر يسد الفراغات خلف زمايله، وعنده ميزه عن لعيبه الست، اللعيبه اللي بتلعب في المركز الست قبل كده مع المنتخب مصر ومع الانديه، ان مروان عطيه هو اللعيب رقم 6 اللي قادر ان هو يقطع الكره من الخصم ويبدا بيها هجمه. كنا دايما بنشوف لعيب رقم 6 حسام عاشور، طارق حامد، مع كامل احترامنا ليهم، هم لعيبه بتقطع الكره من الخصم وبيدور على اقرب زميل ليه بيسلمه الكره وهو يتصرف وينقل الفريق بالحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه. مروان عطيه هو اللي بيقدر يعمل ده. مجهوده البدني كان كبير جدا، قدم مجهود بدني كبير جدا امبارح، غطى على تقدم امام عاشور وغطى على تقدم قفشه وضغطهم في الحاله الهجوميه وادى ادواره الدفاعيه. فده الشغل الطبيعي بتاع مروان عطيه، ويمكن ده اللي خلاه حتى ظاهر اكتر يعني.
طيب فيتوريا ما كانش بيعتمد او ما كانش بيستدعي محمد مجدي قفشه، على عكس امبارح شفنا حسام حسن استدعاه وكان ليه دور كبير قوي امبارح في المباراه. شايف ازاي مستقبل قفشه مع حسام حسن ممكن يكون ودوره امبارح في المباراه كانت عامله ازاي؟ هو وجود قفشه عدم وجوده مع فيتوريا كان امر طبيعي على طريقه فيتوريا. فيتوريا بيلعب بطريقه 4-3-3، ما عندوش اعتماد على لعيب صانع لعب، هو بيعتمد على 3 لعيبه في وسط الملعب بمهام معينه، المهام دي مش موجوده عند قفشه او ما كانش شايف قفشه فيها. قفشه وجوده مع الكابتن حسام حسن هيبقى مفيد لقفشه اكتر من المنتخب، لان قفشه هيرجع يلعب تاني في المكان اللي هو بيحبه. هو كابتن حسام لحد دلوقتي او في المباراه اللي لعبها ما غيرش الطريقه، لكن قدام الطريقه هتتغير مع المباريات، هيبتدي يعتمد على طريقته اللي هي 4-2-3-1 بدل 4-3-3 اللي امبارح لعب بيه رقم 8. بالظبط، مفيش خلاف. ما انا بقول لحضرتك هو مع الوقت هيغير طريقته. هو اعتمد على قفشه دلوقتي 4-3-3 لعيب 8، قدام هيعتمد عليه 4-2-3-1، هيحطه لعيب صانع لعب يعتمد عليه في ان هو اللعيب اللي بيحرك المنتخب ويخلي اللعيبه 2 لعيبه نص ملعب واقفين على نص الملعب، عارفين ان هم فرضين الريتم وثابتين وجودهم وثابتين على ارض الملعب. فقفشه هيبقى دوره اكبر في عمليه صناعه اللعب، هيبقى قادر ان هو ينقل منتخب مصر من حالته الدفاعيه لحالته الهجوميه، يبتدي يحرك اللعب ويلعب الكره الطوليه لزمايله في ظهر الدفاع وفي ظهر المدافعين ويحرك المنتخب من الدفاع للهجوم. وكمان وجود قفشه مع المنتخب مفيد في حاجه مهمه جدا هنحتاجها في مباريات قادمه، ان احنا نفرض نفسنا على المنتخب الخصم. ازاي نفرض نفسنا؟ ان انا عايز اتحكم في اللعب وما اخليش فيه الريتم اللعب يبقى عالي، قفشه يقدر يعمل لي ده. عايز احرك الريتم اخلي الريتم عالي وابتدي اهاجم واضغط على الخصم، هقدر اعمل ده. عايز ارجعه يلعب تاني لعيب تالت في نص الملعب، هقدر اعمل بيه ده. فقفشه لعيب مرن هيقدر ان هو يضيف كتير جدا في التشكيل، بس هو هيستفيد اكتر طبعا من منتخب مصر هيرجعه تاني لفورمته المعتاده. طب بالنسبه للخط الوسط يعني هو اعتمد على رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، في حين ان هو زمان كان في احمد مجد احمد حجازي وامبارح حجازي كان احتياطي، في اعتقادك ده ممكن ازاي اصلا؟ يعني هل كده حجازي نقدر نقول ان هو بقى في الصفوف الخلفيه ولا ممكن يعتمد عليه بعد كده؟ لا، هو لحد دلوقتي مفيش لاعب في الصفوف الخلفيه. هو كابتن حسام اول ما جه كان كلامه واضح وصريح، كل اللعيبه بالنسبه لي سواسيه، انا كله الفرصه متاحه للجميع. هي البطوله دي فرصه لي وفرصه للعيبه ان يبتدي يجربوا نفسهم ويبتدي يشوفهم اكتر، فهو بيحاول يشوف اكبر عدد من اللعيبه ممكن في وقت ضيق. ليه؟ احمد حجازي من اللعيبه اللي اصاباتها كتير، لعيب بيتصاب كتير، ابتدى سنه يكبر. رامي ربيعه برده من اللعيبه اللي اصاباتها كتير، ولكن هو اختار رامي ربيعه لان الخيارات اللي بعد احمد حجازي كلها مش متاحه. يعني محمود الونش مش متاح، ياسر ابراهيم مش متاح، فدول الاثنين اللي هم موجودين جنب محمد عبد المنعم يقدروا يلعبوا بعد حجازي، فاللعيبه دي مش متاحه. ابتدى ان هو بيجرب رامي ربيعه بحيث ان هو بعد كده في المعسكرات الجايه هيبتدي يختار ويلعب بياسر ابراهيم، يلعب بالونش، علشان لو لا قدر الله حصل اصابه لاحمد حجازي يبقى عنده بدله جاهزين. ودي ميزه ان انت يكون عندك معسكرات وديه بتجرب لعيبه كتير، بيبقى عندك خيارات ان انت لو حصل ظرف لعيب اصيب، لعيب استبعد، لعيب تم ايقافه، بيبقى عندك اختيارات كتير. فهو الموضوع مش استبعاد ان هو خلاص ما بقاش له دور، صحيح، ولكن ان هو بيجرب اللعيبه. طيب مين من المنتخب الاولمبي ممكن نعتمد عليه؟ والله في لعيبه كتير في المنتخب الاولمبي ممكن يتم الاعتماد عليهم، ولكن في انا شايف ان ممكن حسام اشرف يكون دوره افضل مع مصطفى محمد، لان احنا عندنا بعد مصطفى محمد في فرق شويه في مستوى المهاجمين. يعني مصطفى في ليفل بعده بننزل شويه على ما نوصل للليفل اللي بعده في مستوى اللعيبه. حسام اشرف هداف الدوري المصري، بيلعب في بلديه المحله، لعيب لسه صغير وشاب ومهاجم كويس، وجوه منطقه الجزاء بيجيد استغلال كل الفرص اللي بتجيله. فانا شايف ان ممكن حسام اشرف ابتدي ان انا اعتمد عليه واديله اكتر في الفتره الجايه، هيبقى مفيد بالنسبه لي. باقي اللعيبه اعتقد مفيش لعيبه هتبقى فرق كتير مع المنتخب الاولي. النهارده ماتش تونس وكرواتيا، تفتكر مين اللي هيقابل مصر في النهائي؟ والله هو على الورق وبنسبه كبيره منتخب كرواتيا، خصوصا منتخب تونس كمان مش في احسن حالاته، مش في فورمته، ولسه كمان ما استقرش على الناحيه الفنيه، مفيش مدرب، فلسه مدرب مؤقت، لسه الامور عنده فيها شويه صعوبات. فاعتقد منتخب كرواتيا هيكون هو الاقرب للفوز النهارده. في اي توقعات للنتيجه؟ ما اعتقدش هتبقى كبيره، يعني 2-0. كنت عايز اسالك سؤال عن حسام حسن. حسام حسن لاي المدارس التدريبيه بينتمي؟ مدرسه حسن شحاته ولا مدرسه الجوهري؟ مين اللي متاثر بيه بشكل اكبر؟
هو انضباطيا وفي اوضه اللبس مدرسه الجوهري في تعامله مع اللعيبه والحده في التعامل مع اللعيبه، انه طول الوقت بتعامل مع اللعيبه بقسوه، ولكن مش قسوه يعني مش دايما بيكون قسوه فيها مشكله او قسوه مذمومه، هو انا بقسو على اللعيبه وبضغط عليهم ان انا عايز اوصل منهم لاكبر اكبر مجهود ممكن. حسن شحاته ده جزئيه الجوهري في اوضه اللبس مع كابتن حسن شحاته، هو جزء الهجوم. كابتن حسن شحاته بيحب يلعب كره هجوميه، فهو متاثر بالاثنين، هو متاثر بالاثنين لانه اشتغل مع الاثنين، يمكن مع كابتن جوهري اكتر، ولكن مع كابتن حسن شحاته هو تاثره في المدرسه الهجوميه اكتر يعني. فحسام حسن مدرسه هجوميه طبعا. كاس عاصمة مصر، يعني دي البطولة اللي بيستضيفها الاستاد الجديد المصري اللي احنا فخورين جدا بيه، فخورين جدا بأداء كمان المنتخب الوطني في أولى مبارياته، بنتمنى ليه كل التوفيق، وكمان الفرق المشاركة أكيد. بنشكرك الأستاذ عبد الرحمن بدر الناقد الرياضي والصحفي بجريدة دستور، كل شكر ليك على وجودك معنا. شكرا جزيلا لك يا فندم.